السلام عليكم، نتمنى تكونوا بصحة جيدة. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وجبة سهلة سريعة ينفع تحضروها للغداء او العشاء، كتجي لذيذة بزاف، مكونات بسيطة، طريقة سهلة. غادي نحضر معكم غراتان بلي بات، كيعجب الصغار والكبار، لذيذ بزاف وطريقته سهلة. فكنتمنى ان الوصفة تنال اعجابكم وتجربوها، ولا كنتو جداد في القناة ما تبخلوش عليا بالاشتراك وتفعلوا زر الجرس باش يبقى وصلكم جديد الوصفات. وندوز معكم باش نشوفوا الطريقة. فكتاخذوا هكذا شي طنجرة ولا كاسرول، درت فيه ماء ساخن ولا مغلى، شوية الملح، شوية زيت الزيتون، وكديروا لي بات اللي توفروا عندكم. انا كانوا عندي هادو، خلطت ما بيناتهم هكذا بجوج. الكميه اللي استعملت انا 400 غرام، ممكن تستعملوا اقل ولا اكثر على حسب الكميه اللي بغيتوا تحضروا. وغادي نخليها كتسلق، وهنا فانا كان عندي هكذا صوصيت وقلت نديرو في هاد الوصفه. ممكن ديروا صوصيت، ممكن ديروا الدجاج اذا كان بقى عندكم من شي وصفه، ممكن ديروا الكفته، ممكن ديروا الطون، يعني اي حاجه كتفضلوها ممكن ديروها. هنايا غادي نحتاج صلصه ديال الطماطم، هذه كنصايبها في الدار، يعني مطيشه كنطيبها وكنطحنها ونصفيها ونحتفظ بها في المجمد، كنديرها في بزاف ديال الوصفات. ممكن ديروا مطيشه محكوكه ولا صلصه طماطم جاهزه اللي بغيتوا. ضفت لها ملح بزار، سكينجبير، خرقوم، كمون، ممكن ديروا تحميره. غندير هنايا هاد دامه ديال الثوم، غنزيد الصلصه الحاره ولا الهريسه الا كتبغيو الحار، كنزير شويه زيت الزيتون وكنخلط هاد الصلصه. هاد الصلصه ممكن ديروها حتى في البيتزا، يعني راه كتجي لذيذه بزاف واحسن من اللي ممكن تشريوها جاهزه. في كاسرول اخر غادي ندير هنايا نصف لتر من الحليب، حليب بارد، وغندير هنا هاد المستحضر ديال صلصه البيشاميل اللي كيكون بنكهه الجبن، كيجي لذيذ صراحه بزاف. غادي نديرو هنايا وكنخلطهم، من بعد غنديرهم على نار مهيله وكنبقى مستمره في التحريك ديالهم حتى كنحصلوا على صلصه ديال البيشاميل. وهادو هما المكونات من بعد ما ولاو عندي هكذا كاملين جاهزين. بالنسبه للي بات انا راه كانوا عندي يعني نشفوا تقريبا هكذا من الماء، فما احتاجيتش انني نصفيهم، يعني واخا يبقى فيهم شويه الماء ماشي مشكل. الا كان درتو يعني كميه كثيره ديال الماء فمن الاحسن انكم تصفيوها ورجعوها مباشره للطنجره باش ما كيتعجنش ليكم. هنايا خديت هكذا الصوصيص، قطعته على هذا الشكل قطع صغيره. كيف قلت لكم ممكن تستعملوا الدجاج، بقى لكم من شي وصفه، ممكن تستعملوا الكفته، الطون، اي حاجه عندكم ممكن تستعملوها في هذه الوصفه. كناخذ هكذا المول، غادي ندير فيه لي بات من بعد ما نسلقو، غادي نزيد هاد الصلصه ديال الطماطم، فانا درتها يعني كامله. غادي نخلطهم مع بعضياتهم، كنزيد الصلصه وغادي نعاود نخلطهم. من بعد غادي ندير هنايا الصوصيص اللي طيبته وقطعته، كنحاول نوزعو هكذا من الفوق، وفوق منه غادي ندير صلصه البيشاميل. وكنديرها هكذا من الفوق كامل باش نغطي هذاك الكغاطان. غادي نحاول هكذا نقادها، ومن بعد كندير الفرماج هكذا من الفوق. هنايا درت فرماج موتزاريلا وفرماج حمر، خلطت بيناتهم. ممكن تستعملوا اي فرماج شوفر عندكم، يعني الموتزاريلا راه كيكون كافي. دابا ما كيبقى ليا غير ندخلهم للفران، غادي ندير حقه شويه زعصر هكذا من الفوق، كيجي زوين معاه. وما كيبقى ليا غير ندخل الفران، كنشعل ليه من تحت ومن الفوق حتى كيتحمر، كياخذ هكذا واحد اللون ذهبي هكذا من الفوق، وغادي نخرجه من الفران. وهذا هو الكغاتان بعد ما تحمر، خرجته من الفران، صراحه كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى انكم تجربوه، كيعجب الصغار والكبار. ممكن تبدلوا
هكذا المكونات اللي بغيتو، هكذا ديروا فيه صوصيص الكفته اللي بغيتو اللي توفر عندكم اللي كتفضلوا. كنتمنى ان الوصفه تنال اعجابكم وتشاركوها مع الاصدقاء ديالكم وتجربوها، خصوصا تصيفطوا لي التطبيقات ديالكم كيف ديما في الانستغرام. ما بقى لي غير نقول لكم تلاقاو في فيديو جديد وصفه جديده ان شاء الله. خليتكم على خير.